حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه من آثار القصف من طائرات الميج التي قامت برمي القنابل العنقودية على البلدة، هدم كامل للمنازل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومغذارة المعارك مستمرة حتى الآن. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كفر مديرية حماة الشمالي 17/2/2013.